في نص بقى، هذا النص واحد عالم نبات ألماني أصبح ملياردير من هذا النص اللي قرأه لنا الدكتور محسن الأستاذ. النص بيقول إيه؟ كما أن الشمس تشرق وتغيب ولكنها تشرق من جديد، وكما أن النهر يفيض ويغيض ولكنه يعني يفيض من جديد، كذلك الإنسان يولد ويموت ولكنه يبعث من جديد. كويس، ولكن عليه أن يبعث نظيفا كزهرة اللوتس. عالم النبات اسمه بارتيلوت، والقصة بتاعته موجودة في النت، أي حد يقدر يجيبها الوقت. فرجع وجاب مجموعة كبيرة من الزهور ويحط سطح الزهرة ورقها تحت الميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر 6000 مرة. بيحكي زهرة ورقها عمل زي يدي شكل المكرونة السباجيتي، زهرة تانية زي السيراميك، زهرة اللوتس كبيرة ومنها نوعين أبيض وأزرق. حط عليها المية تتحول لذرات صغيرة وتوقعها، مية بطين تحولها لذرات صغيرة وتوقعها، صمغ مائي صمغ تحولها لذرات صغيرة وتوقعها. درس السطح بتاع زهر اللوتس، عمل معلقة سطحها تماما زي زهرة اللوتس، يحطها في العسل الأبيض تطلع من غيره. فراح مسجل نفس المواصفات، نفس المواصفات بتاع زهرة اللوتس، وراح مسميها ايه؟ اي حد يلاقيها على النت، هاني سبون، معلقة العسل with lotus effect، بتأثير اللوتس. بتأثير اللوتس. تعرف بقى ملياردير ازاي؟ باع الاختراع ده هون او الاكتشاف ده هون لشركات الاجهزة الطبية. دلوقتي الصمامات كلها بتتعمل عشان الدم ما يلزقش فيها. كان الاول يعني الصمامات الجديدة دلوقتي، الصمام دلوقتي 35,000 دولار. الصمامات الذكية. دي بقى ما ياخدش اسبرين، ما ياخدش وارفرين، ما ياخدش دي الصمامات حديثة لسه ما دخلتش عندنا، ما نعرفهاش قوي لسه. بتتعمل دلوقتي يعني في مصر بيعملوه. يعني لسه كان ليا صديق استاذ قال لي زوجته عملت العملية دهيا بصمام بزهرة اللوتس. صمام مش دعاء. صمام قلب. تركيب صمام جوه في القلب. لا يمكن يحفظ أي حاجة. عشان الدم ما يلزقش فيه. يطرد أي حاجة. ما خلاص أنت مش محتاج تاخد بقى حاجات سيولة. خلاص. الشرايين الصناعية اللي كنا من التفلون والدكرون والحاجات دي برضو بتتعمل، ولكن سطحها زي زهرة اللوتس فالدم ما يلزقش عليه. شركات السيارات والطيارات، البودي الخارجي والإزاز والمش عارف ايه بزهرة اللوتس عشان كل حاجة تقع تمشي بتمشي عليها. شركات اللي هي دهان العمارات من برة بيدهنوها باللوتس افكت عشان مش كل باللوتس، يعني زهرة اللوتس بالعناصر اللي فيها زهرة بالظبط، عشان يبقى سطحها زي سطح زهرة اللوتس، توقع المية والمطر والتراب وإلى آخره. فده من معلومة يعني عظيمة جدا. فإحنا لازم نقرأ تاريخنا كويس. اهو ده راجل ألماني جاء بيعرف يقرأ الهيروغليفية بس شغل مخه، شغل قال مخه ايه حكاية اللوتس دي بالتالي. ودلوقتي ما شاء الله لدرجة ان انا عندي ساينتفك امريكان بس دي من سنة عاملين شابتر كامل حوالي 5-6 صفحات على زهرة اللوتس، بيقول لك القرن 21 يسمى بقرن زهرة اللوتس من كتر يعني التطبيقات اللي هتقبل على زهرة اللوتس. يعني عطشان والماء بين يديك آلاف السنين واكتشفوها دلوقتي. تمام.